مكان تواجد سيف الإسلام. هناك من يقول أنه في زليتن وفي الخمس وفي مستشفى وأصيب، والبعض يقول أنه قطعت يده في أثناء الاشتباكات. وهناك لكن ليست هناك أي أخبار أكيدة حول مصير سيف الإسلام. هناك شخصيتين مهمتين من النظام السابق لا زال مصيرهما مجهولا، هو عبد الله السنوسي وسيف الإسلام القذافي. بخصوص المعلومات أعتقد أن كل الحديث الذي يجرى عن أماكن مكان تواجد سيف الإسلام هي في معظمها إشاعات يصعب التأكد منها في هذه اللحظات. وإن كانت هناك أي أخبار أكيدة فكان يفترض أن تظهر يوم أمس لكنها لم تظهر، وبالتالي تبقى في إطار الإشاعات كما أعتقد. عبد العظيم محمد مدير مكتبنا في طرابلس، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.